بخير وصحة جيدة. أول شيء وقبل كل شيء نتمنى لكم أواشر مباركة سعيدة ورمضان سعيد، خلوها لكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله نتوما ووليداتكم والعائلة ديالكم. اليوم بغيت نخمل هذا البيت ديال هذا البيت هو ديال مخصصه أنا الوالدة ديالي ملي كتجي عندي تقريبا هي اللي كتنعس فيه هنايا قليل فين كيجيو الضياف اللي جا هنا اغلبيه ما كيباتش وخوتي كلهم عندهم ديورهم لا جاوا كيبقاو في الصباح في العشيه كيمشيو او وليداتهم شي مرات الا باتوا البنات ولا شي حاجه كيباتوا هنايا حتى هما. وهاد البيت كيف بغيت نقول لكم ديال الوالده ديالي وملي مشات ما خملتوش وقلت اليوم غادي نخملو غنشارك معكم هاد التخميله هادي ديال هاد النهار وتفوجوا معايا وبغيت نضيع معكم شويه ديال الوقت بين ندوزوا الوقت ديال هذاك وصافي. قلت نشارك معكم هاد النهار ونتمنى تبعوني حتى النهايه. هنا عندي هاد الحوايج ديال الصفر ملي جيت بقاو هنا مزلعين غادي نرتبهم هما الاولين. هاد البيت فيه هاد لولي هاد ناموسيه ديال واحد ملي كتبغي تنعس الوالده هادو كنحيدهم كنعلقهم الفوق ما كيكونوش هادو بجوج بهم كيف ما كتشوفوا كيبقى واحد لولي كبير يعني بلاصه ديال واحد كبيره هكا. وشي مرات كنبغي نعس معها انايا هنايا ملي كنبغي نعس معها هنايا كاين هذا ها هو ثاني عاود لتحت هكا وعندو رجلين كيطلع وكيولي واحد يعني هذا ليطو ديفانو ليطو كما كيقولوا ليه هنايا في ايطاليا ديفانو ليطو يعني سميتو يعني فوطاي تيولي ليطو هكا بهذا المصطلح هذا. وبغيت بغيت الناس معاها كيف ما قلت لكم كنجرو كيتهزوا ليه الرجلين وكيطلقوا كيولي لواحد وكيتقاد تيولي بلاصه وحده يعني ديال جوج الناس هكا. دابا ما محتاجاش ها هو كنخليه هكا الا ما كان حتى شي واحد اللي غادي نحتاجو كنخليه هكا صافي. واليوم غادي نقادو غادي نوريكم غنقاد اول حاجه غادي ندير هو هاد الحويجات غادي نحيدهم ديالي انايا بعدا اللي عاد جبت من السفر وغنمسح هاد الدجاج هذا هاد الخميله هنايا لاصقه اوف. كيف قلت لكم غنقاد هاد الحويجات ديالي هما الاولين في الماريو هنايا هاد البيجامات هما الاولين غادي نقادهم هنايا مع هادو. هاد الطبقه عندي هاد الماريويات مريحين هكا يعني ديروا فيهم حويجاتكم بهذا الشكل هذا هكا. دابا الحال جاي البارد خاصني نحيد هاد البيجامه غليظه نديرها لتحت اللي ما غاديش نحتاجها باش غادي ندير هادو اللي باردين الفوق هكا اللي كنلبس هادو البيجامات نشوف واش كاين. عاود هاد الكيطمات هنا عندي غير الكيطمات هنا هادو حتى هما هكا. هاد المجوره كيساعدوا عليك كيبقى كلشي مرتب كلشي باين. هنا عندي غير التريكويات نشوف اش من تريكويات عندي هذا وهذا. عندي غير التريكويات ديال الصوف ندير غير التريكويات هنايا هنا عندي غير التيشورتات دوك اللي نصكم والسوفيت مات ديال لتحت هنا عندي غير السوفيت مات نديرهم هنايا هادو ديال الصوف هادو غلاضين هادو ماشي غلاضين سخانين هادو هادو ديال الصيف دابا نديرهم لتحت هادو هادي بارده نخليها الفوق هادي سخونه لتحت هادي سخونه هادو اللي كنت مسافره بهم سخان لان باقي الجو عندنا شويه بارد كنديرهم لتحت هادو سخان شويه كيسخنوني. الثوب ديالهم رقيق هما ماشي غلاضين ولا شي حاجه غير هما الثوب ديالهم رقيق ودير وسخون هما كيتحسبوا من النوع ديال الصوفه ولكن رقيق كيسخن. الا لبستي هادي ما تحتاجش يعني تلبسي شي حاجه غليظه فوقها تبردي تبردي الفوق تلبسي تلبسي غير شي حاجه عاديه الفوق خفيفه وتتبقاي سخونه من تحت يعني كيشدوا الظهر وهكا كي ما يضرك لا ظهرك البرد لان دخل الظهر كيضره اوكي. هادو الاغلبيه كاع شاريهم من انتيميسيما البنات اللي هنا في ايطاليا راه عارفينها انتيميسيما هذه واحد سميتو واحد المحل زوين معروف كنشري مره واحده على شحال هما غاليين شويه وكيما كنشريش كل مره بزاف كل مره كنشري وحيده وتيبقاو عندي كيبقاو زوينات وكيدوموا مده اطول وفي نفس الوقت زوين. هادي عاوتاني هادي عندي بقا جديده بيضاء هادو يلا كنت شريتهم قبل ما تمشي الوالده المغرب شريت ليها وشريت منهم حتى انا هادي الحق هادو ديال القطن هادو قطنيات هادو
هكا بزوينين هادو كيشربوا العرق هكا. وشريت منهم انا جوج، وحده حليتها وهذه خليتها. نديرها حتى هي هنايا، هذه الفلاح، هذه البيجامه جديده، هذه حتى هي البيجامه جديده اللي كنت كنصلي فيها في نابولي. هذه طويله ندير مع هذه. اوه يا ظهري، هذه نقاد ليها الطاويه مزيانه. هذه هنا عندي غير واحد البيجامات دوك الطوال والفولارات هنايا هما اللي عندي هنايا. محنية محنية ندوز على هذا. هنا كي تجمع شويه الغبره. اوكي ما كاينش غير نفسه صافي، كيبقى الوسواس اللي فيه الوسواس بقى دايما تابع الغبره. هنا دابا جبت السلوم باش غادي نمسح هاد الدجاج، غنمسحو غير من التحت لان من الفوق ما موسخش، غير من التحت اللي كيتقاس هكا وصافي. هما اللي كيتوسخوا اكثر هاد الجناب هادو. اوكي صافي دابا مسحتو. غادي نقاد دابا لولي هاد البلاصه كنغطيها، اللي كنعرف ما غينعس فيها حتى شي واحد، ما جاي عندي ضياف لا والو، كنديرها كنقادو كنرتبو كنخليه غير فوطاي مغطي مزيان وصافي. هاد اللعيبات هادو هنا هانتوما كيتباعو هكا، هادو بحال 8 كتركب هنايا باش هاد سميتها ما تقيس الدجاج باش ما يتهرش، واخا يدفع شي واحد هكا بالزربه ما كيتهرش لان كيقيس هادي. اوكي هكا هنا دابا غادي نفرش السلوم نحيدو وغادي نمسح هاد التصيورات اللي هنا، نمسح هادو صافي. نوريكم انا وجهكم فاش كنا صغار. هادي في 2005 هاد الصورة، هادي دزت عليها 14 عام. هادي الوالدة ديالي، هادي انا وجهكم وعاود وحدة اخرى. هادي تا هي تكون دايزة عليها واحد 12 عام ولا اكثر. غادي نمسح هاد الكوافوز هذا، وغادي ندوز دابا الجفاف، وغادي نقاد هاد اللولي، نقاد اللولي هو الاول، عاد غادي ندوز الجفاف ونتلاقى معكم من بعد. خميصه كان ملي كديروا الفولار كتجمع به كتجي زوينه هنايا، كتشد بها الفولار من قدام كنديرها مره مره مع الفولار. هذه البوله ديالي في الليل خاصني ضروري نديرها نشعلها هنا في وسط المراح، كنركبها هكا في البريز
كيكون الضو ما كاينش في الليل وكتبقى مضويه ليا الدار، يعني ملي كنوض في الليل ولا شي حاجه باش ما نطيحش كنديرها دائما، كنحطها هنا في الليل كنخشيها هي في وسط المراح، كتبقى مدايره شويه ديال الضو. اوكي خاصها دائما تبقى ليا هنا باينه باش نبغي. صافي دابا غادي نقاتلو لي نعزز عليا داكشي التقليدي. كندير لي هادي ملي ما كيكون حتى شي واحد، كندير لي هادي ولا عندي واحد ليزار ديال الحساب حتى هو كنديرو زوين، هو اللي كنديرو ما غنوري ليكم ها هو هذا اللي كندير ليها دائما، هذا كيعجبني هذا دائما كنطلقو عليها هاد المخدات ديالو كنطلقهم هكا هنايا فوق هادو وكيجي زوين هذا. في الحقيقه خاصني ندير هذا لان الصيف دارا، ولكن كتعجبني هاد الزربيه هادي، ان الا ما كانش هادي بقيت جابدها خاصني نعلقها نجيب السلوم هادشي ما خدامش، اللي عطات نجيب السلوم ونعلقها الفوق خليها هنايا. اوكي حقا تعجبني، يعني تعجبني داكشي تراديسيونالي ديال الموزون، المهم كاع داكشي طرز الحساب طرز لوزلافي داك الطرز ديال اليد كلشي داكشي ديالنا تراديسيونالي كيعجبني، عندي بزاف من هادشي النابط. شي نهار غادي نشارك معكم غير هداكشي اللي عندي ديال داكشي تراديسيونالي ديالنا ديال المغرب، كلشي فين ما مشيت لاي بلاصه كنشري منها شي حاجه، والاغلبيه شاريه الثوب كنشري لولاه غير لولاه، كلشي النابط اللي عندي وليزور اللي طارزاهم كندي لولاه وكنشريه كندي المغرب وكنخليه، ملي كنمشي في الصيف كنخلي عند الخياطه حتى العام الاخر منين كنرجع عاد كنلقاها خيطات ليا ولا طرزات. انا عندي واحد ديال الحساب كله درتو دارت ليا فيه اكثر من عام هذاك، ولكن دارتو ليا كله من الجناب من كلش. اوكي خاصني نشد العبار مقيت باش ما يجيش لا كبير ولا صغير. كيفاش كيبان لكم الشكل النهائي ديال الفيديو ديالي ديال هذا النهار. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وشجعتكم قناه كوتشينه من بجان باش يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي مع السلامه.